تردش عليا. لا ما تردش عليا. لا ازيك يا عمي؟ حشين كتير كتير كده. النهارده كمان في مقلب كتير في ايه. النهارده عمال هنعمله مقلب في ايه، بس قبل ما نقول لكم المقلب ايه هو، اشتركوا هذا في القناه وفعلوا الجرس وعملوا كومنتات كتير ولايكات اكتر. واشتركوا معايا احلى، واشتركوا معايا احلى، وصلوها ل 100,000 مشترك، وطبعا لازم نوصلوها لمليون عشان لازم ندعموا ايه، عشان بتعمل فيديوهات جميله هي وغزل العسل ديت. وغزل طبعا واقفه على الكرسي عشان تبقى طولي خبابه عسل. النهارده بقى نعمله حته مقلب في ايه جامد. طبعا السوسه دي هي اللي قالت لي يلا قولي لهم، قولي لهم هنعملوا ايه. اقول لهم انا؟ ماشي. النهارده ايه عن الدكتور مع يزن، فطبعا استغلنا الموقف وغزل قالت لي تعالي يا سلمى نعمل مقلب في ماما. دي تعمل مقلب في ماما؟ شفتوا يعني انا غلبانه وساكته ما اتكلمتش. عند غزل قالت تعالي نعمل مقلب في ماما. تعالي يا غزل، استغل الفرصه ان ايه تيجي تبقى لبست، وبعدين ايه سايبه غزل قاعده معايا بس. فانا قلنا بقى ايه، حضرنا مقلب. دي طبعا فكرت في المقلب لما تيجي تقول لي قبل ما يعني تقول لي، فقالت لي المقلب هو ايه. المقلب ان هو هتاخد تابلت صالح، يعني ايه هقول لايه بنتك سرقت التابلت بتاع صالح، وايه هتيجي تلاقيني مثلا بزعق لغزل وبضربها انت رجع مني كده كده، هو واطله ازعق لها طبعا. وايه عندها غزل ويزن محدش يقدر يكلمهم لو مثلا ايه ما عملوش حاجه، يعني مثلا لو عملوا غلط لو زعقت لهم ما بتزعلش، لكن من غير سبب طبعا عندها الموضوع ده ايه ينفع. فاحنا طبعا غزل قررت تعمل المقلب ده وانا ساعدتها فيه، وهنستنى ايه لحد ما تيجي من الدكتور، وهقول لها لو سالتني نفسها ليه هقول لها انا نازله رايحه اجيب حاجات ومستنيكي تيجي عشان تاخدي غزل وانزل على طول. بس ده اللي هيحصل النهارده، شوفوا هنعملوه في ايه. يلا نستنوها وهنقعدوا هنا وكاني انا قاعده مستنيه ايه ومفيش حاجه. ماشي يلا استنوني. استنوني. ماشي يلا تعالي. دلوقتي يا جماعه سمعت ايه طالعه على السلم هي ويزن، وده تابلت صالح اهو. واللي ما تخنقنيش، انا مش هسيبك، انا والله العظيم هسيبك، والله العظيم انا هسيبك. في ايه؟ في ايه؟ بنت الادب. في ايه؟ في ايه؟ بنت الادب. هي بنت الادب. بالراحه لو سمحتي ما تشتميش، بس بالراحه. في ايه اللي حصل؟ الهانم اخذت تابلت صالح. اخذته من غير ما تقول لي. وفي ايه تاني؟ ما بياخدوا تابلت بعض عادي. لأية ما خدتش، شفتيش المنظر اللي هي أخدته بيه كأنها تسرقه. أخدته إزاي؟ أنت لو قاعدة وشفتي الموقف ده أنت هتنسي كده تضربيها. تهزري يا سلمى. أنا مستحيل أصدق إن أنا غزلت تعمل كده. عارفة لما كل واحد بيسرق حاجة من حد هي عملت كده. أنت خدتي التابلت؟ آه يا ماما عايزة كده، أنا نفسي في التليفون الجديد. طب انت عندك التابلت بتاعك الجديد؟ لا يا ماما. انا استغربت قلت مستحيل الغزل ده يعمل حاجه. مش هتختمي غير ما تقولي سلمى؟ اه انا عايزاه كده يا ماما. طب انت هبله بيت ولا عبيطه؟ لا. ايه انت بتتكلمي بيه ده؟ لا. يا غزل مالك؟ مفيش حاجه. عارفه لقيتها طالعه داخل الاوضه تتسحب تاخد التابلت وتقعد تجري، وانا ما بقولهاش حاجه. لا انت شايفه بتشوفي مني غلط من كده؟ مش لما بتدي على التابلت صالح بقولها خدي العب بيه وبدي لي يزن بتلاقي غلط مني بزعل حد فيهم؟ انا استغربت ان هي عملته. انا قلت مستحيل غزل غزل ده محافظ دي، عمري شفت حد ليا كان في البيت او هي شفت المتصرف زي ده. انت بتعملي ايه غزل؟ انا عايزاه كده. ايه بتبقى بحال فيك ده؟ انا عايزاه كده. مستغرب مستغرب غزل غزل. انت بتعملي كده غزل؟ انا عايزاه كده. عايزه ايه ان شاء الله؟ انا عايزه كده. يعني عايزه تسرقي تسرقي حاجه الناس؟ اه يا انا عايزه كده. انت في حد بنت؟ اه. انت عامله ازاي؟ انت بتعملي ده اصلا؟ معلش 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 ممكن انا زعلانه، انا عارفه ان هي عملته. معلش حقك عليا. معلش ممكن تسيبيني نتكلم معاها لو سمحتي؟ ماشي عادي. معلش انا اسفه. معلش بس ما حدش زعل. لا 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 ماشي، انا عارفه ان هي غلطانه. حقك عليا. لا لا ماشي نشوف بس هتقول لها ايه كده. اه والله العظيم انا نازل تحت نفسك، انا مش عايزه اضربك قدام حد. انت اللي بتعملي ده قله ادب. انت كده انت بنت قله الادب. من انت بتاخدي حاجة حد؟ انا عايزة كده. ايه اللي انت عايزة كده بنت؟ ايه اللي انت عايزة كده ده؟ انا عايزة كده. انت بتهزري غزل ولا ايه؟ لا غزل بقولها لحد تقولي حاضر تسمع كلامي ما كانش بتزعلني عشان كده خليتي تقعدي. انت عارفة اصلا ان غزل عمرها ما تعمل كده ولا يزن حط. انت لو شفتي شكلها انا عارفة، لو كنت اعرف ان هي مثلا تعمل كده كنت صورتها لك وشفت مزرعة عاملة ازاي تسرق الحاجة. دخلت الاوضة تتسحب
وفضل لقيتها بتدور عليه لغايه ما راحت تجري. غزل 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 بتاخد حاجات حد؟ اه عارفه هي اصلا لما بتطلبها مني بقول لها خديها عادي. انت كده مش محترمه على فكره. انت انا عايزه كده. انا عايزه من نفسك ترديش عليا. انا عايزه كده ترديش عليا احسن لك. انا عايزه كده يا ماما. عايزه كده. ده صحيح. عمري ما تخيلت ان غزل تعمل كده. انت بتقولي لها حاجه؟ بقول لك لا. قولي لي لا. انا بقول لك على حاجه بتقولي اه. انت هتقعدي المفروض ان احنا نعمله دلوقتي. معلش استنى خلاص. خلاص استنى مع بنتك ونرجع لها. يلا عشان نازلين. Thank you.
ترمي فيها مقلب؟ اه ماشي. يا عيني انت مصدومة صح؟ اتصدمتي من الموقف صح؟ ماشي. زعلانة؟ زعلتي؟ انت ضربتها بجد على فكرة يا محمد، ضربتها وقرصتها بجد. تعالي وريني كده خدودك، وريني تعالي وريني كده. وانت راضية انك مضروبة كده وراضية؟ دي هي اللي قالت لي يا بنت، هي قالت لي والله. ونقول قلبك يا حلقة القلم. تعالي كده اهو. وانا اقول البنت بتتكلم معايا كده ليه؟ البنت مالها؟ ايه البجاحه اللي فيها دي؟ ايه ايه اللي قالت له احنا قاعدين؟ قالت لي انا عامله مره في ماما والفرصه اللي في الشارع وهي لابسه لون. ماشي بصوا بقى، هي اللي قالت انا المفروض اعمل ايه؟ غزل اهي، لو عملت فيها مقلب وحد قال لي ما تعملش مقلب في غزل تاني والله العظيم هسيب غزل. انت يا جماعه على فكره ايه مصدومه، عشان ايه اصل غزل اصلا فعلا بتقول حاضر وما بتتكلمش. انا اتخضيت. وايه غزل تمد ايدي على حاجه؟ قلت يا نهار ابيض الكسره اللي انا فيها دي. حسبنا بعدين تعملي فيها مقالب، لما اعمل فيك مقالب بقى واخليكي تعيطي ما تزعليش. ماشي؟ مش زعلانه منك على فكره. انا حاسه ان فيها هتعيط. والله؟ والله. اصل انا ضربتها بجد على فكره، انا ضربتها انا معرفش. تعيطي؟ مش بصي انا ما بقولكش انا لا لا ليه تعيطي ليه؟ لا عشان ضربتك؟ طب مش معنى في المقلب ما عيطتيش، عيطي بعد المقلب يعني. خلاص يا بصوا يا جماعه بتعيطي. بهزر معاكي والله. خلاص خلاص والله خلاص. بس صوتك عياط ده. بتحب الصوت العياط؟ بتعرفي ليه؟ طيب يا بنتي مش انت قلتي عايزه مقلب في ماما، مقلب في ماما، وكنت فرحانه دايما فرحه. شوفي بتقولي انا هعمل مقلب في ماما على ترقص وفرحانه. يا جدع والله العظيم فرحانه. مش زعلانه منك على فكره. خلاص خلاص بقى، خلاص بقى بطلي عيط، بطلي ضحك في عينك وفي وشك وانت حلوه كده وزي القمر. يا جزمه تعملي مقلب في ماما وتتفقي مع سلمى؟ لا انا مش هسيبك. شوفي يا بنتي سلمى تعملي في ماما، قالت لي مقلب حلو قوي. انا مش هسيبك عشان قالت لي ماما مش هتتوقع ان انا اعمل كده. ماشي. انا بصراحه اتصدمت، بس غلطتي من غزل الصرابه. انا حاسه ان اتصدمت. انا اصلا ببص لها انا حاسه الموضوع بجد، ببص لها ان غزل بتعمل كده ازاي. الحمد لله رب العالمين. والله العظيم يا جماعه انا حسيت قلبي وجعني، حسيت انك كسرت. لا هي اصلا بتبص لها عاملها كده، يعني ازاي تعملي كده اصلا؟ مش زعلانه منك. يا بوسه بحبك والله. بلا حسيت بس هعمل فيك مقلب كتير. لا لا هعمل فيك مقلب. يلا بقى الفيديو يا جماعه عجبكم، وشكرا جدا ليكي يا مدام سما انك بتقوي بيتش عليا. سواء عارفه لو كنت قلت لها انا هعمل في اي مقلب، دي هي جت قالت لي وانا قاعده. وانا عارفه انت بتقولي بسرعه على كل هي ايه. والله العظيم هي بقى لها كام يوم بتقولي والله يا ماما اعمل فيكي مقلب، اقول لها تعملي مقلب، تقولي اه. بس ما توقعتش ان هو يوصل لحد كده يعني. انت تفكري بقى كده يوم. الله الله بحبك. دي غلط يا جماعه، مشكله. مش زعلانه والله. ماشي. يا رب يا جماعه يكون المقلب عجبكم. وضربت والله العظيم انا ضربتها بجد قسما بالله على ايديها وعلى خدها. ضربتها بجد. انا قلت بقى هي سحبتها وهتاخدها على تحت، قلت لها هسمع صوتك من هنا. قلت لا الحق نفسي بسرعه للموضوع. وبعدين انا جاي من بره الجو حر موت فظيع. حاسه بيكي والله. ربنا يعافيكي. مره فرهضه بقى وعصبيه والمره واحده بوم. يلا الحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعه. استنوا مننا كل جديد الفتره الجايه. ما تنسوش تعملوا لايكات وكومنتات وفعلوا زر الجرس في القناه. وشكرا لك جدا يا سلمى على المقلب الجميل ده وعلى تمثيلك الرائع. طب ماشي سلمى بقى تيجي ندخل بقى نشوف. يلا يا جماعه وصلوا ايه بقى المليون، مشتركوا 100,000 يا جماعه، بعد كده وصلوها المليون. بس يلا ندعموا ايه بقوه عشان ايه تقدم لكم حاجه جميله قوي قوي قوي. ربنا يخليكم وبنحبكم، ودعمونا كتير الفتره الجايه عشان احنا بنحبكم جدا. يلا قولوا لهم باي باي. شكرا جدا ليكي يا سلمى على المعرفه حبيبتي. عايزه اقول لك شكرا عندي. ربنا يخليك. يلا قولوا لهم باي باي.